أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف به تميز، الذي نسعى أن نكون متميزين كآباء وكأمهات. وبالقطع سيكون أولادنا على قدر تميز الآباء والأمهات في عملية التوجيه وعملية أسلوب التربية. النهاردة هنتكلم على مفهوم من المفاهيم، مفهوم بيننا وبين أولادنا، بيننا وبين بعض. موضوع محرج حبتين ويضايق، وساعات يقلب المواجع ويخلينا متضايقين شوية من سلوكياتنا أو أسلوبنا في التعامل داخل نطاق المنزل، اللي طبعا بيختلف بره البيت. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث في حديثه فقال: خيركم لأهلك. يعني عاوز تعرف قيمتك، اعرف قيمتك في بيتك. مش قيمتك في بيتك عند زوجتك وأولادك بقدر ما سلوكك وأسلوبك يرضي أو مرضي ليك ولا مش مرضي. واللي يرضينا يرضي ربنا، والمرضي مرضي لربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم على ان الدين المعامله. يبقى معاملتنا الشخصيه خارج البيت او داخل البيت بيحكمها حاكم واحد، ان المعاملات لله. وبالتالي مطلوب ان انا اراجع سلوكي المنزلي بعمل فيه ايه. عاده لما تسال ام حسين ام محمد على جوزها: ده جوزك ده بسم الله ما شاء الله نوارة، لسانه ايه؟ ما بيقولش غير أطيب الكلام. طريقته ايه؟ يعني بسم الله ما شاء الله هادية وسلسة. تقول لك جوزي عبد السميع اللي متجوزاه بقالي 15 سنة؟ لا، انت بتتكلم على حد تاني. وده يدلل وان دل ان احنا بره البيت قدام الناس حاجة، وجوه البيت حاجة تانية خالص. جوه البيت لابسين ومتشيكين، جوه البيت بنلبس اي حاجة، هو نفس المفهوم. وبالتالي جوه البيت كتير ما بينقوش الفاظهم، ما بيحسبوش ردود افعالهم، ما بيتعاملوش بما هو لائق لك قيمة الشخص اللي قدامه. فما بتتكلم في زوجة بيعاملها زوجها، ده خد بالك يعني ده فيها أحاديث رفقا بالقوارير وهن عوان وحاجات كتير. وما تتكلم على زوجة بتعامل زوجها منها وبين بعض، احنا بنتكلم في حد قيل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من الحديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحدا لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لما تيجي تتكلم على الأمانات فهي عيالنا خلاص، فما تضيعوش أماناتكم وهي أمانة، كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده أن الناس اللي بيحكمهم الله وبيحكمهم الشرع والدين، يوم ما تحب تشوفهم صح تعرف من معاملاتهم داخل بيوتهم وأسلوبهم داخل بيوتهم. هو ده المنوط بيه إنك تعرف القيمة الحقيقية. عادة سلوكياتنا في البيت أقل من المتوقع، وأسلوبنا بيبقى مش لذيذ في كتير من الأحيان، وقد يصل في بعض أوقات لقلة الاحترام ما بين الزوج والزوجة اللي هو أب وهي أم، ومن المفترض إنهم بيربوا. وبنتكلم في برنامج اسمه التميز، عشان أولادنا يبقوا متميزين، عشان أولادنا يبقوا حاجة. فلو الوضع في البيت في التعاملات ما بين الزوج والزوجة في تهاون شويتين، الفاظ في الهوا رايحه جايه،
نظرات اشمئزاز، نظرات تقليل، نظرات تحقير، لوي بوز. يعني وما يتابع ذلك طبعا من كلمات رنانة، ما بتفهميش، ما بتعرفيش، روح شوف غيرك بيعمل ايه، شوف الستات التانيين بيعملوا ايه، هو انت بتفهمي، خلي رأيك لنفسك، التاني يروح شادد معاها ويقول لها كلام وهي تقول له كلام. وكل ده بيحصل في مسرح الأسرة والمشاهدين أولادنا، ابنك وبنتك بيتفرجوا على الملهى. حاجة كده غريبة بتحصل، شخصين المفروض قوامهم الاحترام، وأنا مش هحترمك طالما مش بتحترم، وأنا مش هعاملك بأدب واحترام طالما أنت مش بتحترم بأدب واحترام. التربية عبارة عن إيه؟ تربية بالتلقي. فما يشوف أولادك أنت ماسك في مراتك ومراتك ماسكة فيك، والاتنين يعني قايمين على بعض، العيل الصغير ده هيطلع قيمة الاحترام عنده فيه، قيمة التقدير يا أخي، قيمة إن يبصلك كده إنك كبير، قيمة إنه ياخد منك حاجة ذات مبادئ. أما تقول له احترم المدرس أو احترم والدتك او احترم باباك او جدك او جدتك، فاحترمه ازاي؟ ايه المفهوم بالكلام؟ يعني انت هتوصل له الاحترام وانت قاعد تهد في الاحترام بينك وبين مراتك او مراتك وبينك؟ وعلى ايه بقى؟ وعلى تفاهات بقى. معظم البيوت بتتقلب على تفاهات، ايش ما حضرتش، ما عرفش ايه، ما وضبتش ايه، ما عملتش ايه، ما بتتعاملش بالطريقة الفلانية، حاجات كده بتبقى في غاية الاستفزاز، والأولاد شايفين ومعينين. يبقى منين قيمة الاحترام المتبادل بين الزوجين هيتعلمها الولد والبنت؟ وبالتالي وجدنا ولد عنده 7 سنين يقول لوالدته امشي روح عند امك احنا مش محتاجينك، وما تقول له اربط الزرار صح يقول لها يا شيخه وانت بتعرفي. الكلام بيبقى كده، والام تنبري انها تحط العيل تحت رجليها وتغطس فيه وتخنق فيه وتضربه. على فكره هي مش بتضربه، هي بتضرب جوزها. ليه؟ لان بتتمثل كل الغيظ من كلام جوزها في العيل، زي ما بيتمثل في بعض أوقات الأب، ودي صيغة من عدم الاحترام برضو. إن أنا كبابا متنرفز من الشغل، متضايق منه، مضغوط يا أخي، راجع في مواصلات صعبة والجو حر ولا برد، ماكلتش كويس، خصمولي جزء من المرتب، الأسعار زادت، أي حاجة، هو بس يستنى اي ضعيف قدامه يقدر عليه، ما قدرش على الحمار يقدر على البردعه، ويروح شايط في العيل ويشوط في العيل بلا رحمه، وبيعتقد جواه في اللحظه دي قلبي ربي، اصل اللعب مرميه، اصل بخلص مذاكرته، اصل بيعلي صوته، كلام بقى احنا بنضحك فيه على بعض، لكن في الاخر بيوصل للولد رساله سلبيه جدا، وفي نفس الوقت بيغلط الأب. لو بحترم نفسي كأب وكأم، طبعا لازم يبقى فيه ثقافة الاعتذار بين الزوجين، وياريت لو الاعتذار ده قدام العيال، زي ما فضحنا نفسنا نلم نفسنا قدام الأولاد إن أنا أخطأت وغلطت. وثقافة الاعتذار لازم تكون عند الأولاد برضو، إن أنا أتعلم كأب لو اتنرفزت على ابني أو ضايقته وهو ما يستاهلش، أو اتعصبت بشكل مبالغ فيه، أنت عارف إنك غلطان، روح اعتذر له، قول معلش كنت
كنت متعصب بقى وغلطان بقى وسامحه وتسامح معاه. لكن احنا نستكبر كآباء وأمهات اننا نعتذر لأولادنا في بعض أوقات، ده مبدأ للأسف فاكرين ان هو ده الصح، زي ما الصح ان بابا ممكن يعمل المصيبة قدام العيال ويضرب الأم ويعكها ويقول لها حلها لي، فالأم تخرج تقول لهم معلش يا أولاد أصله بيتنرفز بابا شوية، نعمل إيه بقى؟ أصله بيتعب فمعلش بقى. أنت بتعملي إيه؟ يعني أنت بتصوري للولاد إيه؟ بتدي له مبرر ليه؟ الولاد دول عشان يتعلموا ثقافة الاحترام للأب والأم لازم الكبار يبقوا محترمين ذاتهم، ألفاظهم متنقية شوية، طريقتهم تبقى مهذبة حبتين، حبيتوا تتخانقوا يبقى جوه الأوضة. يا شيخ أنا بقترح إن أي زوجين مختلفين عاوزين يتخانقوا ينزلوا في الشارع يتخانقوا، ساعتها هنلم نفسنا. ليه؟ عشان منظرنا قدام الناس. أهم شيء في الحياة الاحترام. احترمنا نفسنا أولادنا هيحترمونا. لكن آباء كتير وأمهات كتير للأسف فقدوا الاحترام نتيجة لأنهم بيلطشوا بعض بالكلام وبالأسلوب وبالطريقة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.